بسم الله الرحمن الرحيم. بعرض تجربة استخدام الـ QR في كتاب اقتصاديات المالية العامة والنظم الضريبية، نسخة تفاعلية تتوافق مع جهود تطوير التعليم العالي في مصر. أنا اسمي دكتور صابر شاكر. شوف مع بعض، تقنية الـ QR بتعتمد على إن احنا لازم نعمل عملية تفاعل في الكتاب، بنربطه بمحتوى معين سواء فيديو أو موقع إلكتروني. لما نيجي نفتح الكتاب بنلاقيه مقسم الى مجموعة من الوحدات: الوحدة الاولى اساسيات المالية العامة، الوحدة الثانية نفقات عامة، الوحدة الثالثة ايرادات عامة، الوحدة الرابعة موازنة عامة، الوحدة الخامسة الدين العام المحلي. باختصار المادة بتتكلم على كيف يتم انفاق اموال الدولة ومصادر الحصول على الايرادات العامة للدولة. بعد كل موضوع عملنا QR بيتعرض لعملية الحالة التطبيقية اللي احنا بنتكلم عليها بالنسبة للمادة بتاعتنا. فاول QR عندنا بنستخدمه عن طريق حاجتين: اما ان انا يكون عندي ابليكيشن موجودة على الموبايل، او باختصار بدخل على الفيسبوك بالشكل ده وبكتب في السيرش من فوق QR، بدخل على الابليكيشن الموجودة باللون الازرق بضغط عليها بيفتح لي الكاميرا. اقدر ان انا استخدم الكيو ار بالشكل ده، بينقلني مباشرة للموقع اللي انا رابط بيه الكيو ار اهو. اختبر مهاراتك في اقتصاديات المالية العامة، ده اول كيو ار عندي. الاسم هكتب مثلا الاسم محمد احمد، الشعبة بختار مثلا تجارة خارجية انتظام، الباسورد او الرقم السري ده عبارة عن رقم بينظم عملية الدخول علشان نضمن ان ما يكونش حد من بره المقرر بتاعنا من الطلبة المسجلين معانا في المادة ما يستخدمش الكتاب لأغراض أخرى. فبنضغط الرقم السري ونقول له next، فبينقلني على طول للمطلوب في الاستمارة. أول حاجة بيقول لي: برجاء مشاهدة الفيديو التالي عن مشروع هضبة الجلالة السياحي. يبقى ده احنا هنا ربطنا أول كيو ار بمشروع قومي موجود في مصر، هضبة الجلالة، علشان عاوزين نربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي. فهنضغط كده على اللينك هيفتح لنا الفيديو. هضبة الجلالة بات جوفها انجازا تاريخيا يسطر بسواعد المصريين الذين قهروا الصعاب وتخطوا التحديات من اجل مواصلة خطة التنمية والتعليم. يعني هو بيتكلمني هنا عن المشروع وتفاصيله. صخور هضبة الصلبة التي تهاوت امام اصرار وتحدي رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من اجل شق طريق الهضبة ليكون احد شرايين محور 30 يونيو الذي يربط بين بورسعيد وحتى بني سويف ضمن خطة ممرات التنمية والمحاور الاستراتيجية التي تربط كل محافظات الجمهورية. منتجع الجلالة السياحية العالمي الذي يضم مدينة مارينا لليخوت وتحتوي على 239 يخت. طيب بعد ما الطالب بيتفرج على الفيديو الموجود على المشروع القومي، على فكرة احنا كل كيو ار مرتبط بمشروع قومي، يعني في فيديو تاني في كيو ار تاني عن حي الاسمرات، في فيديو تاني عن محور رود الفارج، كوبري تحيا مصر. احنا هدفنا ان ده مرتبط بالموضوع بتاعنا في المادة المالية العامة عشان نقدر نعرف المشروعات القومية العملاقة اللي بتقوم بيها الدولة، ونقدر نقدر المنافع اللي بتعود على المجتمع والاقتصاد الكلي من هذه المشاريع. طيب بعد ما الطالب بيتفرج على الفيديو يقدر يجاوب بقى على سؤال مثلا: اهم مؤشرات لقياس المنافع الاقتصادية على المستوى الكلي من مشروع هضبة الجلالة. في مجموعة من المؤشرات هو الطالب بيختار منها. في ميزة هنا في الجزئية دي، الطالب لو اختار اختيار غلط بيظهر له بعد كده الإجابة الصح في الآخر. يعني أنا على سبيل هي الإجابة الصح المفروض جميع ما سبق. أنا هفترض مثلا أن أنا اخترت عدد العمالة المباشرة وغير المباشرة، بقول له next.
بينقلني للسؤال التاني، المسؤول عن السياسة المالية في مصر. طبعا هي معروف ان هي وزارة المالية، فهقول له وزارة المالية. نيكست. السؤال التاني، الانفاق الحكومي يتضمن انفاق استهلاكي ولا استثماري ولا استهلاكي واستثماري مع بعض؟ هي الاجابة الصح استهلاكي واستثماري مع بعض. انا هفترض ان انا الطالب جاوب الاستهلاكي بس وقال نيكست. اخر سؤال، اكتب اسم المصطلح المعبر عما يلي، انها لا تكون قاصرة على اناس او اشخاص بعينهم، بل انها تكون متاحة للجميع متى توفرت شروط الاستفادة منه. المصطلح ده في المالية العامة مصطلح فني عندنا اسمه عدم المنافسة في الاستهلاك. بقول له submit. فهنا بيقول لي شكرا على مشاركتك في التطبيق، تحياتي دكتور صابر شاكر. في هنا زرار تاني اسمه view score، يعني انا عايز اشوف بقى الاجابة بتاعتي ايه الاجابة الصح وايه الاجابة الغلط، وبدوس على view score. بيقول لي انت هنا بقى جبت 4 من 10. طب جبت 4 من 10 ليه؟ هنا البيانات بتاعتي اللي انا سجلتها، ادي اول واحدة بيقول لي خلي بالك ان السؤال الخاص بالمنافع الاقتصادية انت اخترت عدد العمالة المباشرة والمباشرة، ولكن الاجابة الصحيحة كانت جميع ما سبق. السؤال الثاني، علمني علامة خضراء يعني الاجابة بتاعتي صح، وزارة المالية. السؤال الثالث، احنا قلنا ان الاجابة الصح هي استهلاكي واستثماري، ان هو علمني هنا علامة حمراء ان انت اخترت استهلاكي واستهلاكي دي غلط. السؤال الاخير كان عدم المنافسة في الاستهلاك، وفعلا طالما انت كتبتها صح فبيدي لك الشهرة باللون الاخضر. يبقى احنا هنا ملخص التقنيه دي ان احنا بنستخدمها علشان نقدر نربط الواقع العملي عن طريق المشروعات اللي بتقوم بيها الدوله، نقدر نعمل عمليه تفاعل ما بين الكتاب، نقدر نحط محتوى رقمي، ملخص صغير لتجربه الدكتور طارق شوقي لتطوير التعليم ما قبل الجامعي، ولكن احنا بجهود فرديه بنقدر، بدل ما الطالب بيستخدم تابلت في المرحلة ما قبل الجامعية بيستخدم موبايله، بنحط بعض الفيديوهات، بنحط أسئلة علشان نقدر ان احنا نطور شوية في الكتاب الجامعي.